بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، كما في حديث الأعمى. الوجه الأول. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين: أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته، وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحاً ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمداً صلوات الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة. الوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه، وأمره أن يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه فيا، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته. بخلاف الرحمن الرحيم. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما الذي يكون في الدنيا فهو كما كان الصحابة إذا أجدبوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بنزول المطر، فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو وهم يؤمنون فينزل الله المطر. أما في الآخرة فكذلك، إذا تضايق العالم من المحشر يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون، تضايقوا من المحشر من الضنك ومن طول القيام على أقدامهم ومن الحر الشديد، تقدمون للأنبياء أولي العزم ليدعو الله لهم أن يريحهم من الموقف، أن يصرفهم من الموقف إلى الحساب، فيعتذر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعتذرون لهيبة الموقف في هذا اليوم، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيطلبون منه ذلك، فيشفع لهم ويدعو الله لأن يريحهم من الموقف. هذا الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم. أما الاستشفاع به بعد موته أو طلب الدعاء منه بعد موته أو غيره من الأموات فهذا لا يجوز، لأن الميت انقطع عمله ولا يستطيع أن يدعو لأحد، لا يستطيع أن يدعو لأحد، انقطع عمله من الدعاء ومن الاستغفار ومن غيره، فلا يجوز الاستشفاع بالأموات، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ومن الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم ما فعله الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشفع له في رد بصره. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يصلي ويدعو ويطلب من الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا وكان حاضرا، فطلب منه هذا الرجل أن يدعو الله له، فدعا الرجل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع دعاء الرجل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت النتيجة بإذن الله. الحاصل أن الاستشفاع بالأموات لا يجوز لا الأنبياء ولا غيرهم، لأن الميت انقطع عمله، ولأن الميت لا يسمع دعاء من طلب منه، لأنه في عالم غير عالم الدنيا. نعم. بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استشفع به بعد موته فإنه لا يحصل منه المطلوب ولا يدعو لمن طلب منه الدعاء، إذن صار الاستشفاع فارغاً لا قيمة له. نعم. وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس. نعم. فلو كان الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو كان طلب الدعاء منه بعد موته جائزا أو نافعا، لما عدل الصحابة عن الرسول إلى العباس، لأن الرسول أفضل من العباس، ولكن لما كان الميت لا يطلب منه شيء توجهوا إلى العباس لأنه حي بينهم حاضر، فدعا لهم فسقاهم الله عز وجل، وذلك لأن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتاز بالقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال هذا عمر، قال: كنا نستشفع إليك بنبيك، كنا يعني يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. فالقرابة لها فضل بلا شك مع الإيمان، فهذا وجه كون الصحابة عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، وفيه دلالة على أن الميت لا يطلب منه شيء لا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما هذا خاص بالأحياء. نعم، هذا واضح جدا. نعم. فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس، فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار دعوا جميعا لكن قدموا العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الذي يطلب الدعاء من إخوانه لا يتكل على هذا سبب من الأسباب، بل يدعو هو بنفسه، لأن الدعاء عبادة، فلا تقول يدعو لي فلان وتترك أنت الدعاء، ادعو مع دعاء فلان كما كان الصحابة دعوا مع العباس. نعم. فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك. نعم. فهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العباس لم يتوقفوا عن الدعاء، بل إنهم دعوا مع الرسول ودعوا مع العباس، ولم يتكلوا على دعاء الغير. نعم. فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع فيها. النوعان الأولان، الوجه الأول والوجه الثاني، وأيضا
دعاء الأعمى ودعاء الصحابة مع العباس. نعم. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان، لأنها موافقة للكتاب والسنة. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. مبني على أصلين، دين الإسلام مبني على أصلين. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل بالعبادة، وذلك معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما الذي يدعو الله ويدعو غيره معه هذا مشرك، ولا ينفعه دعاؤه لله، لأنه أفسده بالشرك. هذا الأصل الأول، العمل بشهادة لا إله إلا الله. فليس لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال، وإنما هو لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى. اللفظ أن تتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا يكفي أن تضمر ذلك بنفسك أو بقلبك. والمعنى لا معبود بحق إلا الله، فلا تعبد مع الله غيره، تدعو مع الله غيره، لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى. المقتضى أن تعمل بهذا المعنى ما يقتضيه هذا المعنى، فتفرد الله جل وعلا للعبادة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحدث بدعا ومحدثات، وإنما تكون على الاتباع والاقتداء. قام الإسلام على هذين الأصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون هذين الأصلين لا يتحقق الإسلام. لا الذي يشرك مع الله ويخل بالأصل الأول، ولا الذي يبتدع ويخل بالأصل الثاني، لا بد من هذا. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. تحقيق، يعني ما هو المقصود اللفظ، لازم من التحقيق، تحقق ما نطقت به، تحقق ما نطقت به بأن لا تعبد إلا الله عز وجل. نعم. وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال لفظ التلفظ بلا إله إلا الله، ما قال التلفظ، قال تحقيق، لأن التلفظ وحده لا يكفي، لا بد من التحقيق. نعم. وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي نعم. فلا إله إلا الله هذا هو الأصل الأول الإخلاص، ومحمد رسول الله هذا هو الأصل الثاني، وهو المتابعة وعدم الابتداع. نعم. وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي يشهد أنه رسول الله يجب عليه أن يتبع، فإن كان يشهد أنه رسول الله لكن لا يتبعه، وإنما يتبع البدع والمحدثات وما قاله فلان وعلان، فهذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه ما حقق ذلك بالاقتداء به والاتباع له، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلماذا نلتمس البدع والمحدثات وما قاله فلان أو فعله فلان، ونترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يخالف شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا الأصل الأول. نعم. أي إلها يعني معبودا، أن لا تجعل مع الله إلها يعني معبودا آخر. نعم.
ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله. لأن المحبة العبادة تكون خالصة لله عز وجل، لا تحب معه غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعادلون محبة الأصنام بمحبة الله، هذا هو الشرك الأكبر. فمحبة العبادة يجب أن تكون خالصة، وهي المحبة التي معها ذل وانقياد للمحبوب، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ذل وانقياد. نعم. فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله. أما أنك تحب المخلوق محبة لا تصل إلى أن تكون كمحبة الله، هذه محبة طبيعية، أنك تحب أولادك وتحب زوجتك وتحب والديك وإخوانك وأصحابك، هذه محبة طبيعية، لأنها ليس معها ذل وانقياد وعبودية، إنما هي محبة طبيعية، إما لحاجتك وإما لشهوتك وإما طبيعية، ما تكون عبادة هذه المحبة. نعم. ولا ترجوه كما ترجو الله. ولا ترجوه كما ترجو الله، لا مانع أنك ترجو من أخيك، تقول أرجوك تعمل لي كذا وكذا، ترجوه بما يقدر عليه. أما أن ترجوه في شيء لا يقدر عليه فهذه عبادة، هذا رجاء العبادة، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ترجوه أن يشفي مرضك، ترجوه أن يرزقك، ترجوه أن يغفر لك، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما أنك ترجو من مخلوق أنه يقرضك مالاً أو يبيع عليك أو يتصدق عليك أو يحسن إليك، هذا لا بأس به بين الناس. نعم. ولا تخشاه كما تخشى الله. كذلك الخشية منها ما هو خاص بالله، وهي الخشية التي معها محبة، محبة لمن تخشاه، هذه لا تكون إلا لله. أما الخشية التي هي الخوف من الأشياء الضارة، كأن تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من البرد، هذه خشية طبيعية وخوف طبيعي، وتتخذ الأسباب الواقية منها، لا مانع من ذلك، ليست خشية عبادة أو خوف عبادة. نعم. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله. من سوى بين المخلوق والخالق في المحبة والرجاء والخشية فقد عدل بالله غيره، وجعل لله شريكا في عبادته. نعم. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعلون معه عديلا، يجعلون معه عديلا ومساويا له سبحانه. نعم. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض. نعم، هذا ما يجحد أحد، أن الله هو الخالق الرازق، توحيد الربوبية لا أحد يجحده من الخلق، ومن جحده من الخلق فإنما هو في الباطن، في الظاهر فقط، كفرعون هذا في الظاهر فقط، وإلا في قرارة نفسه يعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى بالضرورة. فلا أحد يجحد توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فكثير من الناس جحدوه، فصاروا يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وقع فيه الشرك كثيرا. نعم. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض. وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي بدون توحيد الألوهية، لا يكفي بدون توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. ولذلك يقولون إن توحيد
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الدليل على أن توحيد الربوبية لا يكفي إلا مع توحيد الألوهية ما ذكره الله عن المشركين، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، فسيقولون لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا كثيرة، هذا توحيد الربوبية. لكن إذا أمروا بتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ما سواه، فهم لا يريدون ذلك. يقرون لله بالربوبية لكن لا يقرون له بالألوهية ويستنكرون هذا. جعل الآلهة إلها واحدة، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كل المرسلين على هذا يأمرون بتوحيد الألوهية، يأمرون بإفراد الله بالعبادة، وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو المنفرد بالأمر بتوحيد الألوهية، بل كل الرسل. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل. نعم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما ذكر الله ذلك في سورة يونس وفي سورة الزمر وغيرها. القرآن مملوء من توحيد الألوهية، مملوء، لا تكاد سورة تخلو من ذكر توحيد الألوهية، لأن المشركين جحدوه. نعم. وذكر توحيد الربوبية في القرآن إنما هو للاستدلال به على توحيد الألوهية وإلزامهم بذلك. كيف تقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن أحدا لا يخلق ولا يرزق، ومع هذا تعبدون معه غيره ممن لا يخلق ولا يرزق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ نعم. كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. كانوا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية مشركين في الألوهية، يدعون مع الله آلهة أخرى وهم يعترفون لله بتوحيد الربوبية. نعم. وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. فهم يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، لكن لا يشهدون أن مع الله رباً آخر. ما قالوا إن أحداً خلق شيئاً من السماء أو من الأرض أو من البحار أو من، ما قالوا هذا، يعترفون أن الخالق هو الله وحده. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله. نعم، لأن هؤلاء يحبون الله لكن يحبون معه غيره فصاروا مشركين. الذين آمنوا يحبون الله وحده ولا يحبون معه غيره، والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين لله، فصاروا مخلصين له في المحبة. نعم. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه. نعم. لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه. ما أحد منهم من المشركين، لا الأولين ولا الآخرين،
ولا المعاصرين ولا المشركين في جميع العالم يدعون أن آلهتهم ومعبوداتهم خلقت شيئا من السماء والأرض. أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لهم من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أروني، تحداهم ما أجابوا. قالوا والله شفا الجبل الفلاني ولا البحر الفلاني هذا خلقها فلان أو علان، ما قالوا هذا، انقطعوا. والتحدي باقي إلى يوم القيامة، تحدي القرآن لهم باقي إلى يوم القيامة، هل يعبدون القبور والأضرحة والصور والتماثيل؟ يتحداهم القرآن أن هذه الأشياء خلقت شيئا من هذا الكون، ما يمكن يقولون هذا. نعم. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه. نعم. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء هو الواحد القهار. نعم. كما قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي نعم. أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ما جعلوا له شركاء في الخلق وإنما جعلوا له شركاء في العبادة، وهذا من التناقض. نعم، التناقض العجيب. نعم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسطاء ووسائط. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ما يملك لهم ضرا ولا نفعا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. ما هي حجتهم أو شبهتهم؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله، يعبدونهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، أقروا أنهم يعبدونهم، فهذه حجتهم أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم. فالله أبطل هذا، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله لم يعلم له شريكا، وما لا يعلمه الله فهو مستحيل، الله جل وعلا ينفي أن يكون له شريكا في خلقه أو في عبادته، وأنتم تدعون شيئا الله لا يعلمه هذا مستحيل. لا تنبئون الله أي تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، كل شيء لا يعلمه الله فهو مستحيل، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عن هذا الفعل ووصفهم بالشرك، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، فوصف هذا بالشرك ونزه نفسه عنه. نعم. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. نعم. صاحب ياسين أي الذي ذكره الله في سورة ياسين من أهل القرية التي جاءها المرسلون ودعوهم إلى الله وإلى توحيد الله فاستكبروا وأبوا، وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعني يسرع، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه
قتلوه فأدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسل وجعلني من الم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين. قال الله جل وعلا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صاح بهم الملك صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبهم، ولا احتاجوا إلى جيوش ومدرعات وطائرات ودبابات، صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم. حتى ما هي صيحات متعددة، صيحة واحدة قضت عليهم. نسأل الله العافية. نعم. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله. الأصل الثاني من أصول الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الله. العبادات إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المستحب. العبادة مقصورة على هذين النوعين، إما واجب وإما مستحب. وأما المباح هذا لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا أجر فيه. المباح ليس فيه أجر وليس فيه إثم. وأما المحرم والمكروه فلا يجوز فعلهم. نعم. لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. المباح الأصل أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، متساوي الطرفين، إلا إذا قصد به باستعماله الاستعانة على طاعة الله فإنه يصير عبادة. مثل إذا قصد بالنوم بالنهار أن يقوم في الليل، قصد بالنوم بالنهار أن يقوم في الليل، أو قصد الصائم أن يستعين بصيامه على الصيام فإنه يؤجر على نومه، النوم يصير عبادة في هذه الحالة، وهو في الأصل غير عبادة، لكن في هذه الحالة لما قصد به الاستعانة على العبادة صار عبادة. نعم. والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين والصغائر. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. ولذلك: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا تدعوا مع الله أحدا، هو أعظم أنواع العبادة. نعم. والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم، مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله، أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين. نعم. فمن دعا غير الله، من دعا غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام، من دعا غير الله فإنه جمع بين أمرين: الابتداع في الدين، لأن هذا دين لم يشرعه الله، والشرك بالله عز وجل. فإن البدع تتفاوت، بعضها يكون شركا مخرجا من الملة، وبعضها يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضها يكون من صغائر الذنوب حسب نوع البدعة. والكل محرم، الكل من البدع محرم، كل بدعة ضلالة، لكنها تتفاوت في الضلالة. نعم. وأعظمها بدعة الشرك. نعم. كان مبتدعاً في الدين مشركاً برب العالمين متبعاً غير سبيل المؤمنين. نعم. لأن سبيل المؤمنين عبادة الله بما شرعه على لسان رسوله، هؤلاء هم المؤمنون،
لا يعبدون الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، من سأل الله بالمخلوق فقد ابتدع، لأن ذات المخلوق أو المخلوق لا يقسم به على الله، الباب القسم، أسألك بنبيك، أسألك بفلان، أسألك بعبدك فلان، هذا لا يجوز، هذا إقسام على الله بمخلوق. والإقسام بالمخلوق لا يجوز حتى على الخلق، فكيف الإقسام على الله جل وعلا بخلق من خلقه؟ هذا لا يجوز. أما سؤال الله بدعاء المخلوق فهذا لا بأس به إذا كان هذا المخلوق حياً حاضراً. نعم. ومن كذلك التوسل إلى الله بجاه المخلوق أو بصلاح المخلوق وعمل المخلوق، المخلوق عمله له ما هو لك، فكيف تسأل الله بعمل لم تعمله؟ الذي مر بنا أن للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح، بعمله الصالح لا بعمل غيره، لا بعمل غيره، توسل بعمله هو، ولا يتوسل بعمل الرسول أو عمل العبد الفلاني، هذا ما لك فيه شيء، هذا عمله له ما لك فيه شيء، صلاحه له. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فأنت إذا سألت بالعمل الصالح تسأل بعملك أنت لا بعمل الغير، لأنه ليس لك فيه أي مجهود وأي. نعم. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن نعم ذم هذا لم يأمر الرسول به، أو يتكلم عن اتباع الرسول، الرسول لم يأمر بتوسل إلى الله بالمخلوقين أو بجاه المخلوقين. نعم. فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالماً جاهلاً معتدياً. إذا دعا بالمخلوقين أو بجاه المخلوقين صار مبتدعاً مخالفاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد على ذلك وأضاف على ذلك ذم من خالفه، يذم من خالفه ويسبه لأنه نهاه عن البدعة، هذه زيادة شر. وأعظم من ذلك لو عاقبه أو سجنه، فهذا أعظم الظلم والعياذ بالله، هذا أعظم الظلم، أضاف إلى بدعته أنه آذى عباد الله، آذاهم بالذم والسباب والشتم، أو أعظم من ذلك نالهم بعذاب أو وشابهم عند الظلمة، هذا لا يجوز. نعم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالماً جاهلاً معتدياً. سعى في عقوبته عند المسؤولين أو ولاة الظلمة، لا لشيء إلا لأنه يدعو إلى التوحيد ويأمر بعبادة الله وينكر البدع وينكر الشرك، أهل الضلال ما يسكتون عليه، إما أن يبطشوا به، وإما إذا لم يقدروا على البطش به سعوا به إلى السلاطين والظلمة. نعم. وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله. وإن كان قاضياً وحكم على من يدعو إلى الله، حكم عليه بالضرب أو بالسجن، فقد حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أحياناً، يكون كفراً ويكون كبيراً من كبائر الذنوب. نعم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ثلاثة أوصاف. نعم. لأن الحكم بغير ما أنزل الله له درجات. نعم. يكون كفراً ويكون ظلماً ويكون فسقاً. نعم. وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله،
وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين. نعم، لا يجوز إملاء هذا الحكم، لأنه حكم ظالم مخالف لما أنزل الله عز وجل، فإن ما أنزل الله مساعدة دعاة التوحيد والناهين عن الشرك لا منعهم وظلمهم، نعم، وعقوبتهم. نعم، هذا من فعل فرعون، قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، يتهدده لأن ما عنده حجة إلا القوة فقط. نعم، لما أفحمه بالحجة قال لا أجعلنك من المسجونين. نعم، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. إلى أن ينفذ. وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. نعم، من حكم بهذا فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف لكتاب الله، فإذا حكم على دعاة التوحيد حكم عليهم بالعقوبة، هذا حكم جائر ظالم يجب نقضه وعدم تنفيذه. نعم، وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم. نعم، وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات. نعم، من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز. هذا والله أعلم كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، يعني تكلم فيه واستفاض فيه. نعم، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته. نعم، وسيأتي إيراد ما اختصر منه. نعم، وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، يعني هو الحكم بغير ما أنزل الله. نعم، ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق. وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جواباً مبسوطاً، وقد أحببت إيراده هاهنا لما في ذلك من مزيد الفائدة. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها ووضحت عبارتها فإن ذلك نور على نور، والله المستعان. نعم، فينبغي الإكثار من تأليف في التوحيد والنهي عن الشرك، وتوضح مسائل وتبسط ويجاب عن الشبهات التي يريدها هؤلاء، هذا من الجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان، لأن هذا أهم ما يجب توضيحه والدعوة إليه، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما أن يكتب في جوانب جانبية ويهتم بأشياء جانبية ويترك التوحيد، ويقال الناس موحدون والناس ما هم مشركين والناس كما نسمع الآن أو نقرأ، فهذا عدوان على عقيدة المسلمين. نعم، أو لا تردوا على أحد، الردود هذه تغر الصدور إلى آخر ما يقولون. الله رد على المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم رد على المشركين، الأئمة ردوا أيضا ولم يقولوا هذا يغر الصدور، وهذا يبين الحق ويدحض الباطل. نعم، وصورة السؤال، المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين. نعم، وصورة السؤال، المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة لأنه كثر في وقت الشيخ، وزاد الشر شرا كل ما يتأخر الزمان،
الاستشفاع بالصالحين والتوسل بالصالحين إلى آخره زاد ويتزايد مع السكوت ومع عدم البيان ومع عدم الدعوة إلى الله. ومع الأسف نجد مؤسسات الدعوة ما قليل منها ما يهتم بهذا الأمر، ما يهتمون بأمر العقيدة وأمر التوحيد ويردون على الشبهات والشركيات ويعتنون بذلك ويعقدون المؤتمرات لرد هذا، ما نشوفهم يعملون شيء من هذا يعني، والندوات ما نشوفهم إلا في أمور جانبية ما تنفع مع عدم التوحيد. نعم. أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. نعم. وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك. نعم، هم يشوشون ويشبهون على الناس بالشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الكلمة ما هي للذين مضوا، ماضي إلى آخر الزمان، وهؤلاء إنما يقولون نحن ما نعبدهم وإنما نتخذهم شفعاء عند الله، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما هو هذا الشرك، هذا تشفع توسل. الشفاعة مفصلة في الكتاب والسنة، سيبينها الشيخ لكم. نعم. أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يشفع، وهو أعظم الشفعاء عليه الصلاة والسلام، فيشفع للخلائق كلهم يوم القيامة، الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم ويتقدم لها هو صلى الله عليه وسلم، ويكرمه الله جل وعلا بقبول شفاعته إظهاراً لشرفه على الخلق، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. مقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. هذا النوع الأول من الشفاعات، الشفاعة في أهل الموقف. الناس في الشفاعة على طرفي نقيض، منهم من يغلو في الشفاعة ويثبتها للأموات والأضرحة ويطلب منهم الشفاعة، هذا غلو في إثبات الشفاعة، ومنهم من ينفيها نهائيا كالمعتزلة والجهمية كما يأتي، ينفون الشفاعة إلا الشفاعة العظمى فيقرون بها. أما الشفاعة في أهل الذنوب والمعاصي ينفون هذا، يقولون لا بد ما فيه شفاعة. والوسط هم الذين يثبتون الشفاعة بموجب ما جاء في الكتاب والسنة بشرطيها: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. نعم، هذا الوسط. نعم. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن، من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضاً لعموم الخلق. نعم، هذه هي الشفاعة التي أنكرها المبتدعة من المعتزلة ومن أخذ بقولها، ويقولون ما أهل الكبائر ليس فيهم شفاعة لأنهم كفار، عندهم يحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر والعياذ بالله، ويقولون الكافر ليس فيه شفاعة، وهذا عدوان في الحقيقة، هذا عدوان وقول على الله بغير علم. أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإسلام، أصحاب الكبائر مسلمون لكن يكون إيمانهم ناقصاً، يكون في إسلامهم وإيمانهم نقص، وقد يعذبون على ما ارتكبوا من الكبائر، لكن لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار يوم القيامة بحسب الأدلة التي جاءت في هذا. هم ينكرون الشفاعة في هؤلاء، فيقولون من دخل النار لا يخرج منها، وأصحاب الكبائر كفار، والكفار لا تنفعهم الشفاعة، نسأل الله العافية. وهل هم سالمون هم من الكبائر؟
هم يعني معصومون من الكبائر حتى يقولوا هذه المقالة؟ إذن حكموا على أنفسهم. نعم. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات، نعم، يختص بها لا يشركه فيها أحد. هناك أنواع من الشفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة العظمى، هذه لا يشاركه فيها أحد. شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يفتح لهم باب الجنة، هذه لا يشاركه فيها أحد. شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، هذه لا يشاركه فيها أحد، شفاعة خاصة. وأما بقية الشفاعات كالشفاعة في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مشتركة، يشفع الرسول ويشفع الأولياء الصالحون ويشفع الأطفال اللي هم الأفراط. نعم. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، نعم، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره. الشفاعة المشتركة له منها أفضل من غيره، نعم، هو أفضل الشفعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وعيدية لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد. نعم. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، وبعضهم يعني الشفاعة في المؤمنين خاصة برفع درجاتهم في الجنة، الرسول يشفع في رفع درجات المؤمنين في الجنة، أما النار فلا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في إخراج المؤمنين منها، هذا أصحاب الوعيد. نعم. وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقة، هذا الجانب الآخر. نعم. نعم. وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به نعم. وأجمعوا لا قبل. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، يعني لا تنال من دخل النار من أصحاب الكبائر، إنما هي في أهل الجنة فقط لرفع منازلهم. نعم. وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا، حتى الشفاعة في أهل الجنة يقول لا يشفع لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. نعم. وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. أجمع المسلمون على أن الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبحضرته، ما يستشفعون به بعد موته ولا يستشفعون به في حياته وهو غائب، إنما يستشفعون به في حضرته صلى الله عليه وسلم، كما مر بكم أنهم إذا أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، هذا استشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته. توسلون به يعني بدعائه كما مر، بحضرته صلى الله عليه وسلم. نعم. في حياته بحضرته كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. نعم، بدعائه، لأنه قال قم يا عباس فادعو، فبين أن المراد بالتوسل هنا توسل بدعائه دعائه رضي الله عنه. نعم. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب.
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا بيت من لامية أبي طالب التي قالها في حصار الشعب لما حاصروهم وتخلى عنه أقاربه وجماعته وأسلموهم للحصار، قال هذه اللامية العظيمة التي منها هذا البيت يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء. انتبهوا أن التوسل ليس معناه التوسل بذاته، وإنما هو التوسل بدعائه، لا بذاته ولا بجاهه. نعم. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته. نعم. والاستشفاع في سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به. نعم. وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. يطلب. وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. نعم. ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته. نعم. ونحن نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. كذلك الصحابي الجليل الآخر معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين أيضاً فعل مثل ما فعل عمر، استسقى بدعاء الأسود بن يزيد الجرشي. نعم. كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى سقوا. نعم. والأسود بن يزيد هذا تابعي من التابعين ومن العباد الصالحين. نعم. ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، بمعنى أن يطلب منهم الدعاء أهل الدين والصلاح لأنهم أقرب إلى الإجابة. نعم. يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. نعم. إذا اجتمع الصلاح والدين مع القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، كما في العباس رضي الله عنه. نعم. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان التوسل بدعائه لا بذاته أو بجاهه كما يقوله المبتدعة. نعم. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به، والناس يدعون معه. نعم. كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وما في السماء قزعة، قزعة، وما في السماء قزعة. فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعاً لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدم البنيان، فادعوا الله يكشفها عنا، فادعوا الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور. نعم. هذا الحديث واضح في أن المقصود طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد طلب هذا الأعرابي من الرسول أن يدعو الله لهم بالسقيا، فلما كثر المطر وتضرروا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يمسكها عنهم. هذا دعاء الاستصحاء، دعاء الأول دعاء استسقى، وهذا دعاء استصحى، يعني طلب الصحو.
فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، وهي الضراب جمع ضرب وهو الأكمة المرتفعة، اللهم على الآكام، الآكام هي المرتفعات، الأكمات المرتفعات، والضراب هي الأكمة المنخفضة، على الضراب والآكام وبطون الأودية وبطون الشجر، هذه ومنابت الشجر، هذه الأمكنة لا ضرر على الناس منها بل فيها الخير. أما المدينة فهي مباني وتهدمت، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يجنبها عن المباني وعن البلد، فالله استجاب له في الحالتين، في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء. فالحاصل من هذا أن المراد بالاستشفاع به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إما بحصول الخير وإما بكشف الضر. نعم، دعاء من الرسول مثل ما دعا الأعمى، هذا دفع ضرر، هذا دفع ضرر، الدعاء بنزول المطر هذا جلب خير. نعم. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل حب الولد مثل حب الله أو أكثر من حب الله أو أكثر من حب الله يعتبر شركا؟ لا يجوز. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، فلا تقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله، لا يجوز هذا، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ناس في بلدنا من الصوفية يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه ويتوسلون بهذه القراءة، هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحة؟ هذا من البدع، هذا من البدع. قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة أمر طيب لأجل الاقتداء به، ولكن لا يخصص بيوم مولده أو بوقت محدد، ولا يقصد بهذا التوسل بهذه القراءة، لأن هذه بدعة، كيف يتوسلون إلى الله ببدعة؟ هذا لا يجوز. أما قراءة سيرته في أي وقت مناسب للاستفادة والاقتداء لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: توحيد الربوبية يقال بأنه لم ينكره أحد، فهل الدهرية يقولون بتوحيد الربوبية؟ يقولون به في قرارة أنفسهم، لأن كل عاقل يعترف أن هذا الخلق لا بد له من خالق، كل عاقل، كل من فيه عقل يعترف أن هذا الخلق لا بد له من خالق، وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، هذا تعترف به الفطر كلها. لكن من الناس من يتلفظ بهذا ويظهر، ومنهم من يكتمه في نفسه ويجحده في الظاهر كالدهرية والملاحدة، وإلا ما في عاقل يقول إن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق أبدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فما في عاقل يقول إن شيء يوجد بدون موجد ومخلوق بدون خالق أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في تفسير قول الله سبحانه: الذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل معناه أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم أو من قولان؟ القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. والقول الثاني: أن المشركين لا يحبون الله أبداً، وإنما يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أصنامهم فقط، محبة تساوي محبة الله،
محبة المؤمنين لله عز وجل. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله فصل في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن العتبي، وذكر القصة: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي. هذه القصة لم تثبت، قصة العتبي هذه لم تثبت، وكون النووي ذكرها هذا خطأ. ابن كثير ذكرها مع الأسف في تفسيره ولم يعقب عليها، وصاحب المغني ذكرها، لكن مجرد الذكر لا يكفي، لا بد من صحة السند وثبوته، أما مجرد الذكر هذا لا يكفي. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن توحيد الربوبية مستلزم ومتضمن لتوحيد الألوهية وكذلك، لا هو متضمن، هو متضمن مستلزم فقط، يعني يلزم منه، يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية لزوم، فإذا لم يقر معناه أنه ترك اللازم، ترك اللازم. المتضمن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فمن عبد الله وأخلص العبادة له فإنه يتضمن أن الله أنه اعترف أن الله ربه تضمنا. نعم، لأن الدلالة على أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المشركين مقرون بأصل توحيد الألوهية، هل قوله صواب؟ لا، ما أقر، يقرون بتوحيد الربوبية فقط ولم يعترفوا بتوحيد الألوهية، يقولون العبادة مشتركة ليست خاصة بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم والدعاة إلى الله إذا توجه لطلب العلم يخاف من الفقر، وإذا فكر بالزواج فإنه يتركه ويقول: ماذا سأعطي هذه المرأة وأنفق عليها؟ وإذا فكر بالزواج نعم بالزواج تركه وقال: ماذا سأعطي هذه المرأة وماذا سأنفق عليها؟ السؤال: هل يعتبر هذا من الشرك في الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق وأنه لم يعمل بهذا المقتضى؟ نعم، نقص، ما هو شرك، لكنه نقص، نقص في توحيد الربوبية، لأن الواجب أن يتوكل على الله، توكل على الله هذا من توحيد الألوهية، توكل من العبادة، فاعبده وتوكل عليه، فالواجب أنه يتوكل على الله. وأما أنه يتزوج هذا بكيف، راجع له، هذا راجع له، تزوج أو ما يتزوج راجع له. نعم، حسب ظروفه وحسب مقدرته، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الرسائل التي ترسل عبر الجوال تكون على هذا الوجه: أسأل ربي بعدد من لبى وهلل وكبر أن يسقيك من الكوثر إلى غير ذلك، هل هذا من التوسل بالمخلوق؟ لا، قصده أنه يسأل الله سؤالا كثيرا، عدد من لبى، يعني معناه التوكيد والإلحاح، معناه التوكيد والإلحاح، ما هو معناه التوسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب على من قال إن انتقال عمر إلى العباس رضي الله عنهما وطلب التوسل بدعائه وعدم ذهابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو جواز الانتقال في طلب التوسل من الفاضل إلى المفضول؟ هذا كلام بارد وباطل. الرسول عمر أعلم الناس بعد أبي بكر الصديق، أعلم الصحابة، فلو كان التوجه إلى الرسول في قبره جائزاً لما ترك الفاضل إلى المفضول، ولا ترك الرسول إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فإنما تركه لأنه لا يجوز، ترك التوسل بالرسول في قبره لأنه لا يجوز. هذا يقول أنه ترك شيئاً جائزاً ولكنه عدل إلى كذا وكذا، هذا كلام باطل.
عدل عنه لأنه لا يجوز أن يتوسل به في قبره وبعد موته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض مشايخ الصوفية إن الأولياء يهبون الأولاد وأنهم يخلقون في الأرحام، فهل هذا من شرك الربوبية وهل لهم سلف؟ هذا من الغلو في المخلوقين، حتى زعموا أنهم يخلقون مع الله تعالى الله عن ذلك، بل يقولون أكبر من هذا، يقولون إنهم هم اللي يدبرون الكون، وهم الأقطاب واللي يدبرون الكون، فهم تجاوز شركهم شرك أبي جهل وأبي لهب، حتى أشركوا مع الله في الخلق والتدبير تعالى الله عن ذلك، وهذا من الغلو فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الوعيدية يقولون بإنفاذ الوعيد، ما معنى هذا؟ يقولون ما في عفو من الوعيد، لا بد يقع، ولا في عفو من الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه التقول على الله بغير علم وجحد فضل الله جل وعلا، سوء أدب مع الله عز وجل، يلزمون الله بأن ينفذ وعيده. نعم. والله جل وعلا يفعل ما يشاء، إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفا، وهو إلى العفو أقرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال الله بالعمل الصالح، هل في ذلك طلب من الله أن يجازيه بعمله هذا في الدنيا، وهل في ذلك منة على الله؟ هذا توسل بالإخلاص لله عز وجل، توسل إلى الله بإخلاص التوحيد والعمل له وحده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه المقولة وهل هي صحيحة؟ من أبغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا في نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب العشرة، ولو عمل به ما دام يكرهه، هذا شغل المنافقين، هم يعملون لكنهم يكرهون ما أنزل الله، فهم كفار في الدرك الأسفل من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يشرع قانونا ودستورا للدولة كله ليس من شرع الله، فهل يتعين القول بكفره أو نذهب للتفصيل في مراده؟ أول شيء الخوض في هذه المسائل التي تثير الشر وتثير، هذا لا يجوز إلا للعلماء وعند الحاجة أيضا، أما ما يثير الشر وسفك الدماء والتحريش هذا لا يجوز، فالحكم على الناس وولاة الأمور إنما هو راجع إلى أهل العلم والبصيرة، فلا يخوض فيه طلبة العلم وعوام الناس، وكل الناس يدخلون في هذا الموضوع، هذا يسبب بلبلة ويسبب شر، قد يحكمون بغير دليل على الناس ولا يفصلون، ولا هذا يحتاج إلى العلماء. أنا ما أرى أن طلبة العلم والمبتدئين يدخلون في هذه المسائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ يتعلمونها ويعرفونها، نعم، أما أنهم يتجادلون فيها ويحكمون على بعض الناس هذا لا يجوز له، هذا من اختصاص أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، استدل بها الخوارج وغيرهم على أن مرتكب الخطيئة والكبيرة كافر من أهل النار مخلد فيها. سبحان الله، يجحدون بعض الآية، وأحاطت به خطيئته، إذا أحاطت به خطيئته فهو من أهل النار، لكن الموحد الذي عنده كبيرة لم تحط به خطيئته، هو محل العفو محل التوبة. نعم. فهم حذفوا القيد، وهو قوله وأحاطت به خطيئته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في صحيح البخاري هذه اللفظة في بعض أحاديث الشفاعة، بأن الله يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين. نعم. فما معنى هذه الكلمة؟ إذا شفع الشفعاء كلهم فإن الله يتفضل من عنده سبحانه وتعالى، فيخرج من النار من أهل التوحيد من يشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى ويستحقون الزكاة أو الصدقات. يقول هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى يستحقون الزكاة والصدقات،
ولكني سمعت أن عقائد بعضهم أشعرية والبعض منهم عنده تصوف. السؤال: هل يلزمني سؤالهم عن عقائدهم قبل إعطائهم؟ أحسن الظن بهم ما لم يظهر منهم شيء أو تسمع منهم شيء وهم يصلون ويصومون وهم فقراء، أعطهم ولا تسألهم عن عقائدهم إلا إذا ظهر منهم شيء، إذا ظهر منهم شيء يقتضي الكفر والشرك. أما ما داموا عصاة أو عندهم نوع من الخطأ فلا يمنع هذا إعطاءهم الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سمعت في إذاعة القرآن أنه من لحن في قراءة الفاتحة بقوله أهدنا بالنصب عوض أن يقول إهدنا لم تصح صلاته. نعم، هذا يغير المعنى، لأن الإهدى غير الهداية، الإهدى يبي هدية والهداية يبي دلالة وإرشاد وتثبيت على الحق، فاختلف المعنى، هذا يغير المعنى. نعم، فإذا كان في الصلاة فإنه يبطلها إلا إذا كان لا يحسن القراءة ولا يحسن غير هذا، تصح صلاته، لكن يجب عليه أنه يتعلم الفاتحة في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خسف القمر قبل ليلتين، وقد اجتهد أئمة المساجد حيال هذا الأمر، والخسوف حصل قبيل أذان الفجر الثاني بربع ساعة فقط، منهم من بادر وصلى ونادى بالصلاة إلى أذان الفجر، ومنهم من انتظر ثم صلى بالجماعة بعد الأذان وقبل صلاة الفجر، ومنهم من صلى الفجر ثم صلى بالجماعة الخسوف حتى أشرقت الشمس، فما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أنها تصلى قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر فإنه لا، القمر انتهى، القمر حينئذ انتهى أثره ونوره، فلا يصلى الكسوف، إنما يصلى إذا كان هناك حاجة إلى القمر قبل طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وعلى كل حال من صلى واجتهد نرجو الله أن يثيبه وأن ينفع، أن ينفعه بما عمل، لكن ينبغي التفقه في دين الله ومعرفة الأوقات وأوقات الصلوات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر أحد الإخوة أنكم أفتيتم بجواز الصلاة جالساً في الطائرة لصلاة الفريضة مع القدرة على القيام، فهل هذه الفكرة؟ مع القدرة لا، مع القدرة لا يجوز، القيام ركن، لكن إذا عجز عن القيام يصلي جالساً. نعم، في الطائرة وفي غيرها، إذا عجز عن القيام يصلي جالساً في الطائرة وفي غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ماذا يفعل من يأتيه شك في إيمانه بين الحين والحين الآخر؟ استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت للشك، لا يلتفت للشك ويستعيذ من الشيطان. نعم. انتهى. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.